عليكم شو بير دي زاد كي العاده معكم. رانا ولينا باش نتكلموا على بطوله العلم، بطوله العمل والصرامه، بطوله المعترفين بالوقت، معترفين بالعمل، معترفين بلي ديبلوم، معترفين باللاعبين اللي قراو، لاعبين اللي دخلوا في التسيير، لاعبين خبراء كره القدم. وهي بطوله المانيه، بطوله المانيه اللي شلنا اليوم مقابله فيها 5 اهداف، مقابله فيها 5 اهداف، وين شلنا كيفاش لابريج الفريق هذا اللي فاز على ميت مينز في هذه المقابله اللي انتهت ب4 لواحد. شلنا في شلنا 2 اهداف، 3 اهداف في الشوط الاول، هدفين في الشوط الثاني. يعني المقابله تلعبت بطريقه، هذو هما اللاعبين كما نقولوا حنايا، الفرق اللي تقدم مستويات حسب الامكانيات اللي عندها، حسب اللاعبين اللي عندها، فرق اللي تخدم الفرق الوطنيه تاعها، اللي تخدم الفرق الوطنيه تاعها. هذو الفرق يمدوا الفرق الكبيره، قاعدين يخدموا الفرق الكبيره اللي تمثل المانيا في المحافل الدوليه، اللي تمثل المانيا في المحافل الدوليه. ونشلنا فرق، هذو فرق اللي قدموا مستويات كبيره، فرق اللي الفرق هذو ماشي صغيره، فرق صغيره في الامكانيات تاعها، وما هما عندهم تاريخ كبير، فرق هذو تصيب عندهم تاريخ كبير، بصح صغيره في الناحيه الماديه، الناحيه تاع اللاعبين، التركيبه البشريه تاع اللاعبين، في الانصار، على هذيك حنا نقولوا بلي هذو الفرق اللي هما يقعدوا يخدموا الفرق الكبيره اللي تمثل المانيا، والفرق الوطنيه تاعهم. يعني هذه الفرق شلنا اليوم كيفاش الهدف الاول اللي كانت المقابله، وين ضربوا بكل قوة في الشوط الأول في الدقيقة 14، يوسف بولونيس اللي سجل الهدف في الدقيقة 14، عاود الكرة فانيك في الدقيقة 19، هذا يوسف اللي سجل في الدقيقة بطريقة هدفين، طريقة جميلة، طريقة ذكية جدا، وين عرف كيفاش يوضع روحه لتسجيل أهداف. لعاب اللي كتشوفه كيفاش يهرب من المراقبة، كيفاش ينطلق من خلف المدافعين، من خلف المهاجمين، ويسجل هدف بطريقة جميلة في الدقيقة 14، وين عاود الكرة في الدقيقة 19، وين تيمو في الفانيك شلنا في الصحة، شلنا هذو الصحة نتكلموا عليهم الشوط الثاني، شلنا تيمو في الدقيقة فانيك ال 25، ونضيع هدف الثالث أمام المرمى، أمام ضيع مع اللي ضيعوا أهداف كثيرة. شلنا وين الفريق الخصم في الدقيقة 38، هذا لاعب عربي، لاعب مسلم كريم، اسمه كريم، في الدقيقة 38 وين قلص النتيجة. لكن الشوط الثاني كان مغاير، وين شلنا ليبرياج اللي في الشوط الثاني، وين قدموا مستويات كبيره، مستوى كبير وضغط عالي، وين شلنا كيفاش ضغطوا على الفريق مينت في الشوط الثاني، وين ما خلاهمش يلعبوا، وين غلقوا لهم كاع المساحات، وين استعمر كيما نقولوا حنايا احتلوا خط وسط الميدان، وين قعدوا يلعبوا في المنطقه تاع مينت. شلنا كيفاش تيمو في الدقيقه 74 الهدف كيفاش سجله بطريقه ذكيه جدا، والتمريره اللي كانت فانيك كانت مدققه. شلنا في الدقيقه يعاود اللاعب هذا، مام لاعب تيمو هذا اللي سجل الهدف في الدقيقه 88، عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يقتل المقابله نهائيا، وين مينس اللي مات اللي كيما نقولوا حنايا استسلم للقوه الفريق الخصم هذا. هذه هي، وحنايا كيما يقول لك نعترفوا بالمانيا، باللاعبين تاع بالفرق الالمانيه، نعترفوا بالفرق الالمانيه بالافكار تاعهم، بالعمل تاعهم، مدربين خبراء، صحفيين مختصين في كرة القدم، صحفيين كي تشوفه مختص في كرة القدم، صحفي يكتشف لك لعاب، تشوف صحفي يكتشف لك لعاب، تشوف يعني تشوف هاد الصوالح، تشجيع كبير لهذه الفرق اللي يقدموا خدمه للفرق الكبيره. وين شلناهم كيفاش المقابله تلعبت بشكل جميل، بصح بحسب الامكانيات تاعهم.
هذه هي، وصحيتو وربي يحفظكم.